السلام عليكم. برضو السؤال اللطيف اللي بيجي لي دايما قبل رمضان، احنا خلاص هنبدأ، وبيسألوا سؤال مهم جدا: نقدر نعمل ناخد فات بيرن، حاجة بتحرق الدهون، في رمضان ولا لا؟ طيب، اول حاجة هنتكلم بس ثانيتين على الفات بيرن. الفات بيرن هي اي حاجة بتتاخد، سواء تابلت او باودر او ليكويد، حاجة بتتاخد عشان تعلي الحرق. طب الحرق ده بيعلى ازاي لما بتاخدوا الحاجات دي؟ بيعلى بطريقة واحدة، وهي القلب. يعني نبض القلب بيعلى، فبيحصل ضخ دمي للجسم اعلى، فبيحصل ان الضغط بيعلى سنة، فبيحصل ان الحرق بيعلى في الجسم. ودي حاجة مش لطيفة، ان انت ممكن يبقى البمب او ضربات القلب تعلى في العادي في المطلق من غير ما يبقى فيه تمرين. احنا لما بنتمرن، لما بنخش تمرينة، بنبدأ ليه واحدة واحدة، بنقول بالراحة نسخن وبعدين نعلى بالتمرين، عشان بنتعامل مع القلب بلطافة. بناخد التمرين واحدة واحدة، ويبدأ هب هب البمب بيعلى في جسمنا، ونبدأ نوصل للبيك، للحتة الجملة العالية في التمرين. كل جسمنا مفتوح، البمب لكل الماسلز، الضخ الدم للقلب لكل الماسلز بيبقى مظبوط ولطيف لو احنا خدنا الموضوع ستيب باي ستيب، واحده واحده. بس اجي انا قاعد كده ما بعملش اي حاجه ولا بعمل اي مجهود، وخدت حبايه خلت النبض اعلى شويه عشان يعمل لي يعمل حرق. لما نيجي نقعد 14 ساعه صايمين وجسمنا مش مؤهل ان احنا ناخد فات بيرن او اي حاجات للحرق، ده مضر جدا جدا جدا. هو اوريدي بيبقى ممكن يبقى مش كويس او مضر بره رمضان، في رمضان هيبقى مضر اكتر. فمن فضلكم، خطر جدا جدا ان الواحد ياخد اي فات بيرن في رمضان بالذات عشان يعلي بيه الحرق. يعني بجد لو قدرتوا ان انتوا تنظموا اكلكم من الفطار لغايه السحور ساعتين ونص اجالات صغيره، هتوصلوا لنسبه حرق اعلى بكتير من اللي انت تاخد فات بيرن او تاخد اي حاجه للحرق. حاجات الحرق دي مش كويسه، لان بعد فتره بتعمل مشاكل في الجهاز العصبي، بعد الفتره ممكن تعمل مشاكل في القلب والضغط، ده لو بعد كده ما عرفناش نعيش غير بيها. يعني الحاجات الفات بيرن تديني طول الوقت طاقه، زي الكافيين. ما الكافيين احنا نقدر ناخد كافيين، ممكن ناخد كوبايه قهوه، يعني ممكن ناخد في اليوم كوبايه قهوه، كوبايه القهوه في اليوم مفيده جدا. فليه ليه ما ناخدش كوبايه قهوه، وبلاش ناخد اي حاجه فات بيرن. مع القهوه نقدر ننظم اكلنا ونمشي 45 دقيقه بس في اليوم. يعني لو انتوا عملتوا كده في رمضان من الفطار للسحور، وجبات صغيره كل ساعتين ونص، وجبه صغيره، تاخدوا كوبايه قهوه، تشربوا ميه كتير، تمشوا 45 دقيقه بس، هتخرجوا من رمضان مبسوطين، محدش هيتخانق ابدا. بس كده.